هناك بعض الأمراض النفسية التي لا يمكن استخدام تقنية إيقاف التفكير معها، وهما مرضين منتشرين بكثرة. المرض الأول OCD Obsessive Compulsive Disorders، وهو ما يسمى بالوسواس القهري. المرض الثاني وهو ما يسمى PTSD، وهو مرض نفسي يسمى اضطراب ما بعد الصدمة، أو أحيانا يسموه اضطراب الكرب أو غيرها من الأسماء الأخرى. أما الاسم المعروف لها هو اضطراب ما بعد الصدمة. سوف نلخصهم بشكل سريع. الوسواس القهري هي عبارة عن وساوس قهرية تأتي للإنسان لا يستطيع السيطرة عليها بأي تقنية قام باستخدامها، تسيطر على عقله وعلى وظائفه وتكون كابوسا له في حياته، مثل ما ترون في هذه الدائرة تكون هكذا بالضبط تفعل مع العقل. مجرد فكرة متكررة، الشخص يعلم أن الفكرة غير حقيقية والفكرة غير موجودة، وهذا الشيء الذي يخاف منه غير موجود أصلا، إلى أن الفكرة تصر وتعود مجددا. ما الحل مع شيء يحدث لنا باستمرار ونعلم أنه غير حقيقي ولكنه يعود إلينا على هيئة أفكار؟ إنه الوسواس القهري. أحيانا يأتي على هيئة غسل يدين، تكرار غسل يدين، تكرار الوضوء. أحيانا من يبقى في دورات المياه ساعتين لإجراء الوضوء، وهناك من يغسل يديه أكثر من 50 مرة في اليوم خوفا من أي أمراض وجراثيم. وهناك من لا يلمس المعالق أو الصحون إلا بقفازات في يديه. هذا الشيء موجود وحقيقي، اسمه الوسواس القهري. أما بالنسبة للاضطراب بما بعد الصدمة، وهو أحيانا يحدث الأشخاص من بعد 3 شهور أو سنوات، أحيانا من بعد مصيبة أو شيئا ما وقع لهم فتم حله في الماضي، مرت سنوات بخير أو شهور بخير، بعد سنوات أو بعد شهور تعود نفس المشكلة فقط كأفكار تسيطر حرفيا على ذاك الإنسان بصدمة وقعت له في السابق، تسيطر على عقله تماما تتمكن منه. هذه الأمراض الاثنين جدا منتشرين، وللأسف الشديد في بعض الشعوب تكون لهم بعض المشكلة في البوح عن مشاكلهم النفسية، وهذا الشيء يسبب الكبث إلى ذاك الشخص المريض بهذا المرض النفسي، فيزيد الطين بلة ويزيد الأمر سوءا. ولكن مهلا، هناك بعض الأشخاص الذين يدرسون علم النفس وصلوا إلى مرحلة متقدمة، تعرضوا إلى أحد هذين المرضين، ينظر يمينا ويسارا، الناس تعرف أن لديه خبرة في هذا الموضوع، ولكن ما الذي حل بعقلي؟ لا أستطيع موازنة أفكاري، ما هذا الشيء الذي يحدث بذهني؟ لا أستطيع التغلب على هذا الشيء، أشعر بالخجل اتجاه الناس حولي، أخاف أن ينفضح أمري، كيف يحدث لي هذا والناس تعلم أني لي دراسات في علم النفس؟ لا تقلق، اهدأ، هناك بعض العلاجات لهذه الأمراض، وهي أمراض تحدث لأي إنسان سواء كنت دارسا في علم النفس أو متقدما أو مبتدئ أو لم تقرأ علم النفس أصلا، فهذه الأحداث وهذه الأمراض تحدث لأي إنسان طبيعي موجود على هذه الأرض. أما بالنسبة للوسواس القهري، أحيانا يذهب هذا الإنسان إلى الطبيب ليعطيه بعض الأدوية التي تسمى مطبطات لاسترداد السيروتونين، وهذه الأدوية من الممنوع أن تعطى بدون وصفة طبيب نفسي. ويتبعه أيضا علاج آخر يسمى Cognitive Behavioral Therapy، العلاج المعرفي السلوكي. أحيانا يحتاج المريض إلى الأدوية طبقا لما يقوله له الطبيب، وأحيانا فقط يحتاج هذا المريض إلى علاج معرفي سلوكي. بل أثبت العلم الحديث أن العلاج المعرفي السلوكي أكثر فعالية من الأدوية، وفي آخر الأمر يعود هذا الشيء إلى الطبيب نفسه. أما بالنسبة لاضطراب ما بعد الصدمة، يوجد علاج أيضا اسمه تايم لاين ثيرابي، أو العلاج بخط الزمن، حيث يوضع الشخص في تجربة ما قبل الصدمة ليرى ما حدث له في الماضي. طبعا خط الزمن معروف لهذا العلاج، فلا أريد أن أتعمق به أكثر. وأحيانا أيضا يستخدمون تقنية العلاج المعرفي السلوكي أيضا لعلاج هذا المرض.
فلا تخف ولا تقلق، حتى وإن كنت تدرس هذا العلم وحتى إن كنت متقدما فيه أو مبتدئ وتخاف أن تقول لشخص ما هذا العلم، فتقدم بكل سهولة واشرح كل ما لديك وتعلم أكثر حول مشكلتك التي أنت تعاني منها الآن، فسوف تتحرر منها كليا. لا تقلق ولا تخجل، وإياك أن تتجاهل الأمر. كلما تجاهلت هذا الأمر أو هذا المرض النفسي كلما ازداد سوءا. كان معكم نضال همالي من قناة أخطر جلسات التأمل. سلام.